يستعد فريق الكرة بنادي الهلال لمواجهة بوهانغ ستيلزر الكورية الجنوبية في 7 مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في نهائي دوري أبطال آسيا 2021. ويطمح الهلال وبوهانغ نحو التتويج باللقب الآسيوي الرابع من أجل الانفراد بصدارة الأندية الأكثر تتويجا باللقب عبر تاريخه. وسبق للهلال أن واجه بوهانغ ستيلزر الكوري في 3 مواجهات آسيوية، وكانت البداية على لقب كأس السوبر الآسيوي عام 97، حيث فاز الهلال في مباراة الذهاب 1-0، وتعادل الفريقان في مباراة العودة 1-1 ليتوج الهلال باللقب. وكانت المواجهة الثالثة في نهائي بطولة آسيا للأندية نسخة 98، وتأهل بوهانغ إلى النهائي بعد فوزه على الهلال 1-0. ومن المقرر أن يتم بث مباراة النهائي الآسيوي عبر فضائية SSC7، حيث يتولى فهد العتيبي وعيسى الحربين مهام التعليق على أحداث اللقاء. واستقر المدير الفني لنادي الهلال ليوناردو غارديم على تشكيلة فريقه في النهائي، والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، محمد البريك، في خط الارتكاز سلمان الفرج ومحمد كنو، في خط الوسط سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا وموسى ماريغا، وفي خط الهجوم بافيتين بيغوميز. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.